يا أهل السنة الملتقى الجنة شبابها الأمة شريعة منصورة. سؤال ثاني متعلق ببكاء الواعظ. الواعظ إذا بكى هو ما يتباكى، إذا غلبه البكاء من الواعظ نحو ذلك هذا لا تثريب عليه، لكن لا يتقصد التباكي لأن لا يولى بهذا إلى الإعجاب بالنفس أو إلى الرياء أو إلى التصنع للخلق. والسلف رضي الله عنهم كان إذا غلبهم البكاء اجتهدوا في كتمه فضلا عن إظهاره حتى لا يظن بهم الخشوع، إخفاء لأعمالهم وتقربا إلى الله جل وعلا بما يمكن من ذلك، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه إن الرجل لا يكون عنده الزور يعني الزوار فيقوم الليل وما يدرون عنه. والإسناد الصحيح إلى الحسن البصري رضي الله عنه رواه عنه عبد الله بن المبارك. فهذا من شدة حرص السلف على إخفاء أعمالهم، بينما إذا كان الإنسان وحده ويقرأ القرآن لا بأس أن يتباكى لأن هذا يؤول به إلى خشوع عند قراءة القرآن، وفي هذه الحالة يراقب الله ما يراقب المخلوقين. فإذا غلب البكاء سواء في الصلاة أو في الموعظة ولم يستطع كتمه فهذا لا تثريب عليه، وقد يكون هذا يقول بالناس لا يبكوا، أما كون يتصنع ويبحث عن البكاء حتى يبكيهم فهذا لا أصل له، فإذا كان وحده لا بأس به.